السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، راح نبدأ أول تجاربنا في الكورس الثاني اللي راح تكون تجربة مولش، وهو كشف عام عن جميع أنواع السكريات سواء كانت أحادية أو ثنائية أو متعددة. أدوات العمل راح نستخدم بومب بايبت ومحلول كربوهيدرات، اختارينا السكروز اللي هو سكر ثنائي يتكون من جلوكوز وفركتوز، وعندنا حامض مركز H2SO4 وكاشف مولش اللي هو عبارة عن الفنفثول مذاب في إيثانول أبسوليوت، وعندنا تو تيست تيوب راح ناخذ نموذجين نشوف البوزيتيف والنيجاتيف في هذا التفاعل. راح نبدأ نسحب 1 مل أو ممكن نص مل من محلول الكربوهيدرات عن طريق البومب بايبت، نضيفه في إلى التيست تيوب. بعد أن أكملنا الإضافة راح نضيف الآن قطرة أو قطرتين من كاشف مولش إلى أنبوبة الاختبار. الآن مزج خفيف ما بين المحلول مالنا والكاشف اللي هو الأثر نفثه. بعد ذلك راح نبدأ نستخدم الـ H2SO4، حقيقة هو H2SO4 مركز، لهذا تشوفون حاليا نشتغل في الهود، يعني هود مخصص لهذه الإضافات. راح نضيف تقريبا 2 مل على جدران الأنبوبة الاختبار، نميل الأنبوبة، نبدأ نضيف على جدار الأنبوبة إضافة بحذر شديد لأنه حقيقة حامض مركز ممكن يكون مؤذي للطلاب. نلاحظ بداية تكون حلقتين أو عفوا طبقتين، تكون طبقتين. لو كان هذا المحلول يحتوي على أي أنواع الكربوهيدرات راح تظهر لنا حلقة بنفسجية رينج بيربل، دلالة على وجود كربوهيدرات في المحلول. بعد أن أتممنا إضافة الـ H2SO4 المركز، نلاحظ ظهور الـ Purple Ring. الآن نخلي ورقة جدا واضحة، هذه الحلقة البنفسجية دلالة على وجود كربوهيدرات في المحلول. أخذنا تيوب ثاني ما يحتوي على أي مركب من مركبات الكربوهيدرات، وأجرينا على نفس التجربة. نلاحظ عدم ظهور أي طبقة بنفسجية، ما أي حلقة عفوا أي حلقة بنفسجية ما بين الطبقتين، بينما في الكربوهيدرات نشوف أنه تكون الحلقة البنفسجية بين الطبقتين دلالة على وجود الكربوهيدرات. إذا هذا يكون بوزيتيف ريزلت والثاني يكون نيجاتيف ريزلت، بالتالي راح نفرق ما بين المحلول الذي يحتوي على كربوهيدرات من المحلول الذي لا يحتوي على كربوهيدرات. عندنا بعض الملاحظات على التجربة بأنه يكون إضافة الـ H2SO4 تكون بشكل حذر وعلى جدار الأنبوب الذي يكون بشكل مائل، والأفضل تجرى التجربة في هود مخصص لإجراء مثل هذا النوع من التجارب بسبب وجود حامض الـ H2SO4 المركز. وشكرا جزيلا للجميع.